ما عنديش فلوس، مش عارف شو نعمل اصلا في حياتي، هاني قاعد بطال وهاني قاعد ناخذ في المصروف، شو تحبني نعمل؟ هذا هو الكلام اللي قاعد تقول فيه روحك؟ اذا كان هذا هو الكلام اللي قاعد انت تقول فيه روحك، اسمعني نكلم فيك. المشكلة مش مشكلة فلوس، تعلم من غيرك، تعلم من الناس اللي بداوا من الصفر. مش باش نكلمك على ستيف جوبز، مارك زوكربيرج، بيل جيتس، باش نكلمك على توينسا كيف وكيفك، بداوا من وضعية كيف اللي انت فيها والأسوأ منها. باش نكلمك مثلا على سارة تومي، ادخل اليوتيوب واسمعها كيفاش تتكلم وتعلم منها، وتعلم من تجربتها. بدات من لا شيء، تزور جدها في سيدي صالح تكتشف انه المنطقة قاحلة، انه المنطقة فيها تصحر، وانه برشا ناس غاديك بطالة قالت نعمل حاجة. قدمت مشروع اسمه مشروع المليون شجرة، قدمته لوزارة البيئة رفضوه، قدمته أيضا للبنوك ورفضوه، حتى واحد ما شاف المصلحة الاقتصادية التجارية للمشروع هذا، ولكن هي آمنت بنفسها. وشوف الإيمان بالنفس وين يوصل. دبرت شوية فلوس وبدأت مشروعها، بدأت تغرس في أشجار لاكاسيا في المناطق هذه فيها تصحر، وبدأت تخدم في نساء، وبدأ مشروعها شوية شوية يربح، وبدأت تستخرج منه من زيوت ومستحضرات تجميلية، وبدأت تبيع وبدأت تربح، وبالفعل حققت حلمها. وانظر إلى هذا الشيء الجميل، لأول مرة في تونس وإفريقيا يتم تصنيف شخصية في مجلة فوربس for the 30 entrepreneurs under 30. She did it, she made it, and you can make it too. نعم، قامت بهذا ونجحت بهذا، وأنت أيضا بإمكانك أن تنجح فيه. علاش ما تكونش أنت سارة تومي الجاي؟ علاش ما تكونش أنت زياد جيجا الجاي اللي عمل ولي سكار، ولا عبد الوهاب بن عياد اللي عمل بولينيا؟ علاش؟ اللي يقف بينك وبين هذا مش الفلوس، اللي يقف بينك وبين هذا إيمانك بنفسك. وإذا باش تقعد وتستنى حتى يجيك مصروفك لديك، أنا أقول لك لا عذر لك.